أيها السالك درب الصالحين يا أخ الإسلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه يريدون اتباع موسى ومن معه من بني إسرائيل، وكان فرعون على فرس حصان أدهم ذنوب، أي فرس فحل عظيم، فأراد أن يدخل البحر ليتبع موسى ومن معه، فهاب الحصان أن يقتحم البحر، فلما وقع له ذلك وتوقف تمثل له سيدنا جبريل عليه السلام على فرس أنثى وديق، أي حسناء، فلما رآها الفرس فرس فرعون تقحم البحر متبعا ذلك الفرس، فلما رأت جنود فرعون قد دخل على فرسه مقتحما البحر تبعوه إلى الردى والهلكة، فأوردهم الغرق كما هو يوم القيامة، قال عنه الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهناك يريدهم النار وهنا أوردهم الغرق، نسأل الله السلام والعافية. ولله در القائل: لأن تكون تابعا في حق خير من أن تكون متبوعا في باطل، أن تكون تابعا في حق خير من أن تكون متبوعا في باطل. فإذا لما رأوه دخل تبعوه، فرأى السامري وهو رجل من بني إسرائيل ممن نجى الله تعالى في جملة من نجى، رأى سيدنا جبريل فعرفه. كيف عرف السامري جبريل؟ جاء في رواية سيد بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السامري هذا لما كان صبيا وليدا صغيرا خافت عليه أمه أن يكون في جملة من أمر بتذبيحهم فرعون، تعلمون أن فرعون كان قد أمر بتقتيل وتذبيح كافة مواليد بني إسرائيل الذكور، فخلفته أمه في غار وأطبقت عليه الغار، فكان بقدرة الله تعالى يأتي جبريل إلى هذا الوليد هذا السامري وهو صغير فيغذوه، أي يطعمه ببعض أصابعه، فيجد في بعض أصابعه لبنا وفي بعضها عسلا وفي بعضها سمنا، فلم يزل يغذوه ويغذوه أي يطعمه حتى نشأ وكبر. فلما رآه السامري معترضا في لجة البحر عرفه، فماذا سولت له نفسه؟ قبض قبضة من أثر حافر فرس سيدنا جبريل عليه السلام، يعني المكان الذي عاد منه بفرسه جاء إلى بقية الأثر فقبض منه قبضة بيده، فلم تزل بيده تلك القبضة. فلما جاوز الله تعالى بسيدنا موسى وبني إسرائيل البحر وأغرق عدوهم جاوز وبيده تلك القبضة، حين جاوز بهم فارق سيدنا موسى قومه وقال لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فإني ذاهب ماض إلى لقاء ربي وميقاته عند الطور. وكانت بنو إسرائيل عندهم من الحلي والذهب والجواهر شيء كثير، كانوا قد تعوروه من القبط من آل فرعون، أي أخذوه عواري. فلما هلك فرعون ومن معه من آله القبط رأت بنو إسرائيل أن ذلك المال تلك الجواهر والذهب والحلي لا يحل لهم، كأنهم تأثموا من أخذه خشوا الإثم، فجمعوه وكوموه كومة كلهم حتى تنزل نار من السماء فتأكله وتحرقه، وكذلك كان الأمر من قبل، إشارة إلى أنهم قد تخلصوا منه وأن الله تعالى سينزل عليه نارا تأكله وتحرقه. فجاء هذا السامري المغرض وكان قد ألقي في روعه بعد أن قبض تلك القبضة من أثر فرس الرسول، وذلك سبحان الله كان سيدنا عبد الله بن مسعود في قراءته في مصحفه قبل توحيد المصحف الإمام في عهد سيدنا عثمان كان يقرأ: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، هكذا كان يقرأ. فألقي في روعي أي في قلب ذلك السامري أن تلك القبضة التي في يدك لا تلقي بها على شيء ثم تقول لها كن كذا إلا كان. فلما رأى بني إسرائيل قد كوموا وجمعوا ذلكم الحلي وذلك الذهب والجواهر جاء إلى تلك الكومة فقال بقبضته التي في يده على ذلك الحلي وقال كن عجلا جسدا له خوار، فكان عجلا جسدا له خوار، تحول ذلك الذهب وذلك الحلي وتلك الجواهر إلى صورة
ثور عظيم جسدي، وكانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، فيسمع له خوار كخوار الثور. فلما رأت بنو إسرائيل تلكم الجواهر قد استحالت إلى ما استحالت إليه من هيئة الثور الجسد العظيم في تلك الصورة النضرة، ويخرج منه ذلك الصوت المهول، وإن هو إلا أثر الريح، افتتنوا به وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قالوا هذا هو الإله الذي هو إله موسى، وموسى غير موجود معهم، إنما بقي فيهم أخوه هارون عليه السلام. فخروا له عاكفين عابدين من دون الله عز وجل، ووقعوا في شر أعمالهم. وقد بين لهم سيدنا هارون وحذرهم وقال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لن ننتهي عن عبادته والعكوف له حتى يأتي إلينا موسى فينهانا، فهو رسولنا وما أنت إلا وكيل عنه وخلف. ولذلك لما رجع سيدنا موسى وحاج هذا السامري المغرض في فعلته وسأله عن فعله الذي فعل، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر. لماذا؟ لأنه رأى جبريل وعرفه وهم لم يعرفوه، فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول هنا؟ أي جبريل عليه السلام، أي أثر حافر فرس الرسول. فنبذتها، ألقيت بها على ذلك الحلي، أي فصارت ما صارت إليه، وكذلك سولت لي نفسي، إن هي إلا نفس أمارة بالسوء دعته إلى ذلك الشرك فوقع فيه، وأوقع فيه بني إسرائيل من بعده. ماذا قال له سيدنا موسى عليه السلام؟ قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، هو الله سبحانه المستحق للعبادة. فانظروا إلى جراءة بني إسرائيل. وهذا الذي قلت لكم من هذه النفوس المريضة هو ما وقع لهم حين قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أية جسارة وأية جراءة وسماجة هذه! كيف يتركون عبادة الله الذي أنجاهم ولما تجف أقدامهم من بلل البحر الذي جعله الله تعالى منجاة لهم مهلكة مغرقة لعدوهم؟ انظروا إلى قمة جراءة هؤلاء على الله ورسوله كليمه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا نفوسهم فارغة من معرفة الله، ولذلك لما دعاهم هذا المغرض السامري إلى عبادة هذا العجل صادف قلبا خاليا فتمكنا، فانصاعوا لأمره وأطاعوا في باطل. هذه قصة بني إسرائيل باختصار، وقد ورد ذلك مفرقا بتفاصيله في كتاب الله عز وجل.